عشايا لا تجيني شطاره شراك يبان. مشاهدينا الكرام في كل مكان نحييكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج اخبار الناس، حيث يروي الناس للناس قصص الناس أملا بأخذ الدروس والعبر. يبحث عن بلسم شاف للآلام، يقدم العون للفقراء من الأنام، في قلبي حس التضامن لا ينام، يحلم بالانتقال من المبادرات الفردية إلى عمل جماعي عبر تأسيسه لجمعية. هو مختص في الترويض الطبي، اسمه حمزة حلمي، يقدم ما يملك من خبرة في هذا المجال خدمة للمعوزين من النساء وحتى الرجال. واليوم نرحب به في هذا المقام ليروي للناس قصة كرم حاتمي تجاه فئة تئن من الألم والفقر. وفي اخبار الناس ايضا يواصل المشاكس يسر المراكشي تجسيد عدد من الظواهر الاجتماعيه عبر فقرته اليوميه الرساله. واش ما كتسمعيش ديما نفس الهضره؟ غنبقى نعاودها لك. واش نفس الهضره؟ انت ما كتبغيش تعطيني فلوس هزيتهم ديما. واش بنتي ما بغاتش هذيك؟ الله، كل مره كتقولي لي اعطيني اعطيني ودابا تهز لي بالصاك. واش 20 درهم غتكفيني؟ صافا با، انا الا بغيت 150 درهم 200 درهم من النهار. واش انت حمقى ولا شنو؟ 200 درهم ولا 150 درهم؟ مالكم ديما نفس الهضره؟ انت ما كتبغيش تعطيني فلوس. الله يحفظك السر، سمحي لي. الله يحفظك، نصحي لي، هذه بنيتك، هذه هاد البنت كلها ساعه طالبه ليا الفلوس، عطيني فلوس عطيني فلوس، مؤخرا ولات كتهز ليا بالصاك. وبعيدا عن الرساله، ينضم الينا مراسل البرنامج الزميل عصام العباري من مدينه الدار البيضاء، حيث سيسلط الضوء على الحضور البارز للتجار الافارقه في الاسواق النموذجيه. عصام، مرحبا بك. مرحبا بك نوفل، مرحبا بمشاهدي الكرام والضيوف الافاضل. جولتنا اليوم جوله افريقيه، كنتواجدوا بمدينه الدار البيضاء لكن اللمسه لمسه افريقيه، بحيث على اننا نقوم بزياره احد الاسواق النموذجيه اللي كتعرف تواجد ديال مجموعه من تجار دول جنوب الصحراء. نحاولوا نتعرفوا على هذا السوق، هذا فين جا بالضبط وشنو هي المنتجات اللي كتباع فيه؟ رجعوا لينا باش تعرفوا التفاصيل اكثر. شكرا عصام، سنعود إليك في الجزء الثاني كما عودنا السادة المشاهدين للتعرف أكثر على هذه الفئة التي تنشط في الأسواق النموذجية كما تفضلت في الدار البيضاء. إذن مشاهدينا، هذا ما لدينا من عناوين، وقبل الغوص في التفاصيل اسمحوا لي أن أرحب بضيوف الكرام وأبدأ مع بطل حلقة اليوم حمزة حلمي أخصائي الترويض الطبي. مرحبا بك حمزة. شكرا. كما يسرني أيضا أن أرحب بسلوى حداد أخصائية الترويض الطبي. سلوى، مرحبا بك. شكرا. وترحب موصول أيضا بأميمة الوردي مسؤولة التواصل في مبادرة حمزة ساعد إنسان لا تعرف. مرحبا. شكرا. الله يبارك فيك. لا ولكن حتى أنت صاحب عليها قلت تخممش. أهلا ومرحبا بكم ضيوفا أعزاء على أخبار الناس. البداية كالعادة ستكون بقضايا الناس. تحت شعار ساعد إنسانا لا تعرفه، بدأ حمزة حلمي العمل على مستوى مدينة الدار البيضاء عبر مساعدة الفقراء بجلسات ترويض طبي تخفف عنهم الألم وتساعدهم في رحلة العلاج. حمزة وبتعاون مع مجموعة من أهل الخير عممت التجربة فانتقلت لرقعة جغرافية أوسع، ويمني النفس في المستقبل بتأسيس جمعية تهتم بهذا الشأن. مزيد من التفاصيل في ريبورتاج لسحر أميمون وشكير الخليفي. هم فئة من الناس شاءت الأقدار أن تمنعهم العلة من الحركة والتنقل بحرية أحيانا، لا والأكثر أنهم لا يملكون مصاريف العلاج التي قد تثقل كاهلهم وحالتهم المادية في أغلب الحالات المرضية. تعاوناً مع هذه الفئة من المجتمع، قرر حمزة حمضي شاب مختص في الترويض الطبي والفيزيائي تبني هؤلاء المرضى من جميع النواحي. كنقوم حصص ترويض ليا في المنزل، كنقوم بتنقل المنزل في إطار مبادرة ساعد إنسان اللي تعرفه اللي كانت البداية ديالها هذه الشهر، ولكن هاد البادرة الإنسانية ديال الترويض بالمجان للناس في المنازل ماشي أول مرة، بل هذه هي المرة الثانية ولما كيفاش نقولوا أنها الثالثة. ما كنقوموش باغي في مدينة الدار البيضاء، كاينين أيضا أناس اللي هما انخرطوا معنا منين بدات المبادرة، مدينة محمدية، مدينة الرباط، مدينة مراكش. هي مبادرة شبابية يشرف عليها الدكتور حمزة وبعض زملائه في عدد من المدن الذين يقومون بالترويض الطبي في عياداتهم الخاصة، إلا أن ما يميز حمزة هو تنقله بين بيوت المرضى المستفيدين من مبادرته بشكل مجاني
في مدينة الدار البيضاء. أن الشخص المريض ما كيحتاجش فقط الحصص ديال الترويض، فأنه مثلا هي السيدة اللي عندنا فهي مصابة بالشلل، الشلل النصفي، إذا كيخصها ليكوش، كيخصها بزاف ديال الحوايج. إذا كاين حتى مجموعة ديال الناس اللي هما منخرطين في هذه البادرة واللي لقات استحسان وبينات أنه الشعب المغربي هو شعب اللي هو متعاون وكيقدم يد المساعدة للأخ ديالو فاش كيكون محتاج. ماما كانت بخير صحة سلام معنا، تا مرضات دينا للسبيطار، جبنا خرج تاع حشكومة، خرجناها نص الشلل ديالها تشلل. هاي دابا كما تشوفوا معنا راه تدير ليكوش وتدير تدويش معنا. واحد الدراري اسمه حمزة تيجي عندنا في سبيل الله تيدير لها الترويض، مرة تيجي يدير لها الترويض. الله يخلي لنا الله يسهل عليه. عدد من الجمعيات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي شجعت وثمنت هذه المبادرة التي تعتبر إنسانية بالدرجة الأولى ونادرة نظرا لارتفاع تكلفة العلاج أحيانا. حمزة يقوم بهذا العمل الخيري وهو في كامل اقتناعه وإرادته، حاملا رسالة نبيلة بخدمته هذه، خصوصا عند رؤية ابتسامة مرضاه ترسم على محياهم. حمزة شان نقول لك نيابة عن كل من يحب عمل الخير ويدعو إليه، شكرا. نيابة عن كل من يدعو لممارسة المواطنة الحقة، شكرا. ونتمنى إن شاء الله ربي يكثر من أمثالك، أمثال سلوى وأيضا أمثال أميمة، كل من يسعى لفعل الخير، خاصة لفئات قد تكون تحتاج بالفعل إلى الخير ولكنها لا تستطيع توفيره، أو يعني الفقر والعوز ربما يجعلها في معاناة مستمرة. كيف بدأت معك هذه الفكرة، وإن كنت قد قلت في الروبورتاج بأنها ليست يعني جديدة بل هناك من سبقك، ومعنا ربما سلوى حداد سنستفيد منها في هذا المجال؟ إذا الفكرة في الأول كانت كدعابة، يعني في وسط عائلي كنا جالسين نسولوا الأخت الصغيرة ديالي اللي عندها 11 سنة شنو بغيتي تولي فاش تولي كبيرة، يعني السؤال اللي كيسولوا كاع العائلات الأطفال الصغار، فكان الجواب ديالها غنكون صيدلانية، يعني دكتورة فارماسي. فكان زعما علاش اختاريتي هادشي باش نحل الفارماسي ونعطي للناس الدواء فابور، كتعرف الدراري الصغار يعني ما عندهمش داك الهدف، براءه. الوغ الفكره المهم فاش كتجلس بينك وبين راسك كتبدا تفكر، الوغ قالت لي بحال هكا علاش لا، دونك انا عندي واحد لا سبيسياليتي في يدي، عندي واحد الحرفه في يدي نسموها حرفه حيت الترويض الطبي عباره عن حرفه، ايه كنترزقوا منها، هي راه هذا هدف اللي كل شيء كيمشي عليه باش تحقق المسائل اليوميه ديالك. ولكن علاش من كيديهاش لواحد لو سونس اللي هو هيومانيتير، يعني واحد الجانب اللي هو انساني، حيت كاينين الناس فريمون اللي هما محتاجين. فاش كندوي على مثلا الشلل النصفي فهنا راه كيحتاج ترويض واحد السنوات، ولا نقولوا سنه او سنتين او ثلاث سنوات باش يقدر يرجع، وكاينين الناس اللي فريمون محتاجين بزاف لان الحصص هي مكلفه. فكانت الفكره علاش لا، و دونك ما عندناش واحد المنبر اللي ممكن انني نقول فيه الفكره راه كاينه، مش هذيك العصر ديال انك تكتب في ورقه وتعلقها، قلت نديرها في المنشور ديالي على الفيسبوك. على الفيسبوك درتها يعني عادي، فلقات واحد النسبه ديال البارطاج اللي كبيره كبيره بزاف، وهذا ما ساعدك ربما على نشر هذه التجربه وتعميمها في عدد من المدن المغربيه. سلوى انت كنت سباقه ربما في هذا المجال، هو قالها جاته عن طريق دعابه من اخته الصغيره، انت ما عرفتش كيفاش جاك هذا الحس التطوعي من أجل ربما إفادة عدد من الناس، خاصة الفئة التي تحتاج للترويض الطبي بشكل مستعجل ولا تتوفر ربما عن إمكانيات مالية لتوفير ذلك؟ أنا ملي كنت صغيرة كنقول غادي نولي طبيبة وغادي نحل في شي قرية وغادي نخدم مع الناس، وكتقول لي ماما راه ما تقدريش، غادي كي غادي ديري تهدوك الناس؟ من أي مدينة؟ محمدية. محمدية جارتي، تفضل. انا كنسكن فوق منك. هذه اليوم عيد ميلادي خاصني تحتفل بي، مرحبا. يعني ايضا نفس ربما نفس السياق، انت طفله من منحتك هذا المبادره، وسلوى بالنسبه لها ربما ملي تخرجت الحمد لله من بعد 3 سنين حليت الكابيني وليت تنطلع البلاصه اللي درت فيها ستاج انايا للسبيطار ديال الوالدات عندنا حنا في المحمديه، سبيطار ديال المخزن، وكنقول لهم عطيوني 10 دواسه ولا 10 ديال لي باسيو المرضى باش نخدمهم، باسكو حيت بعض المرات كاينين الناس اللي 40 درهم ديال السبيطار ما يقدروش ياخذ. صحيح. وكل نهار والصباح والعشيه وسير وجي والترونسبور، كتشوف واحد الحالات اللي تيضرك في خاطرك تتقولي ولا بد لا قدرت. شمن عام؟
هذا وقتاش بديتي فيها يعني هذه المبادرة التطوعية؟ 2016. بقاتك بربع سنين. 2016. عدد المستفيدين في البدايات بالنسبة لك؟ بزاف. ما أقدرش نقول لك. ولا بدا كتلقاني في النهار كندوز القليلة واحد واحد ولا جوج. من وراء الخدمة ديالك؟ مع الخدمة ولا وراء الخدمة. أنا لي باسيون اللي عندي اللي محتاجين هما الأولين عندي. تنخليهم هما يختاروا الوقت ديالهم. هما الاولين عندي باسكو سا مي تيان كوغ. ما ينطبق عليك من مقدمات طلاليه ينطبق ايضا على سلوى. والله الله يعطيك الصحه وباسم كل المتطوعين والناس عشاق الخير شكرا، وباسم المواطن الحق الحقيقي اللي كتجعل الناس كيحسوا بغيرهم شكرا. غنرجع لك اميمه الوردي. اميمه كما تفضل يعني حمزه ساهم بانتشار هذه المبادره مواقع التواصل الاجتماعي، وانتم لا يضمكم ربما هيكل تنظيمي بسند قانوني يعني كجمعيه، وان كان طموحك على ما اعتقد ان تؤسس جمعيه رفقه الرفاق في المستقبل. فاليوم ربما عليك مسؤوليه ثقيله جدا لانه الوصول للحالات المحتاجه، يعني شفنا الدري في الروبورتاج، يعني بصراحه انا جاني واحد الالم، وحتى تذكرت امي الحاجه الله يرحمها، حتى هي كانت بسن يعني كما كنقولوا سن كبير جدا، وكانت كتحتاج للتنقل الى مراكز الترويض، مرات يجوا لعندها بغض النظر على الحاله الماديه الحمد لله يعني لا باس بها، ولكن تخيلي معي انه نساء كبار في السن او حتى رجال يعني ما عنده تا باش يتنقل كما قلت لك سلوى 40 درهم ما عندوش، فواجبك انك تحددي الاولويات، مراقبه ربما وسائل التواصل الاجتماعي وكيف يتفاعل الناس حتى المحتاجين مع هذا التطوع مع هذه المبادره، باش تختاري الناس اللي فعلا توصلوا لهم قبل فوات الاوان. كما سبق ذكرتي انه كل عائله فيها حاله، يعني وغادي نقدر نقول لك باللي قضيه ديال الترويض والاهميه ديالو نقدر نقول لك انا براسي جزء منها، لان انا اعتبر من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي كنهضروا عليهم، يعني الناس اللي بالنسبه لهم الترويض انا كنقول القدرات الخاصه واحتياج يعني التسميات تختلف. صحيح. الفيسبوك وسيله سهلت لينا ممكن انه التواصل مع الناس، لان باش توصل للمنبر ولا باش توصل للقناه ولا باش يعني باش يكون عندك ديك الامكانيه ديال انه توصل للناس كتكون صعيب، ولكن فيسبوك كيقدر يجي عندك شي حد اللي فريمون محتاج، يعني وصل لواحد الدرجه ديال الاحتياج خلاته انه يطرق بيبان. دونك حنايا ممكن انه ما عرفتش كيفاش غادي نعبر عليها، بديناها صغيره وبغينا نكبروها باش نوصلوا لاكبر عدد ممكن. كيوصلوا حالات بزاف مراسلات مثلا؟ كيوصلوا حالات. كيفاش حتحاولي ترتبيهم بالتعاون مع المتطوعين المنتشرين كما قال لي حمزه يعني قبل بدايه البرنامج تقريبا شاملين المغرب ككل باستثناء اكيد الاقاليم الجنوبيه اللي كتفكروا انه ان شاء الله هذه رساله للموجودين، يعني اكيد هناك يعني دكاتره في الترويض الطبي موجودين عندنا في العيون في قلميم في الرشيديه في ايضا في الداخله في عدد كبير جدا من المناطق، رساله لكم يعني لما لا ان يكون وخا بالتنسيق معاكم وتبادلوا الزيارات ويعني يكون الامور منظمه بانتظار ان تتاسس جمعيه وطنيه على مستوى الوطن. بالطبع هذا هو الهدف، يعني احنا من الحضور ديالنا والاستضافه ديالكم لينا دونك كنظن اننا غنقدروا نكبروا هذه الرقعه هذه والميساج ديالنا غادي يوصل، وهذه الانيشيتيف هذه المبادره اللي دايرينها غادي تكبر، يعني كشباب مزيان انه يكون عندنا فكره ديال انه نديروا اعمال خيريه ونساعدوا الناس باش نزيدوا يعني براسنا نكونوا يعني انسان الناس اللي عندهم يعني عندهم رساله غادي يوجهوها وغادي يرجعوا بها بالنفع على العائلات ديالهم على الناس ديالهم على الناس اللي محتاجين على الناس اللي نسي تخفيف الالم، فقط زرع الابتسامه على تلك الاسره التي تنظر ربما بقلق على ذلك المريض المحتاج للترويض الطبي كما تحدث حمزه قال الشلل النصفي تا هو يعني كيحتاج فترات زمنيه طويله، كيحتاج ديال اربعه ولا خمسه ديال السيونس في السيمانه، كيكون واحد المراقبه حثيثه، ما كتحسش انه بعض الاحيان هذا المريض يحتاج ربما لاكثر من الترويض للعلاج للادويه للكريمات يعني انتم ما اعرف مني بهذا الامر. هي كيف قلنا ان المبادره بدات في الاول بدات بالترويض الطبي ياك، لكن من بعد لقينا انه ناس اللي كيجي مثلا شخص وكيقول لك انا بغيت نعاون باش نقدر نعاون، كنسول واحد السؤال كنقول ليه شنو لا سبيسياليتي ديالك ولا شنو كتقرا، فمثلا واحد السيده كانت اتصلت بي من وجده وقالت لي دايره شي مدرسه عليا ديال الاعلاميات ولا بحال هكا، قلت لها مزيان، قلت لها واش فكرت فواحد اللي داخله واش تقدري ديري دو كور دو سوار ديال المات، قالت لي افيك بليزير، قلت لها الوغ صافي درت واحد لانونس قلت شي يعني اسر معوزه اللي عندها اطفال ولا اشخاص اللي كيقراو الرياضيات وما عندهم بغاو
دروس ديال الدعم بالمجان. يعني ها هي فكره اللي غتقدر دير، قلت لها نشوفوا جمعيه في وجده اللي تعطينا واحد لوكال وانت تمشي ديري حساس. عندك شي نهار تطمع بوزاره التضامن والاسره انت اللي كتخرج عن سياق الترويض الطبي لتعميم العمل الجمعي. جميل جميل هذا الامر. الفكره انه لا بغيت تسمح لي استاذ انه الانيشيتيف سميناها ساعد انسانا لا تعرفه. ممكن بدينا بالترويض الطبي ولكن كنطمحوا انه ندوزوا لمجالات اخرين. كتاب يعني العام ديال الوزاره تعطيها لهم تفضل. ممكن لانه المجرد انه ذاك الانسان اللي كيكون في ديك الحاله كيلقى ناس اللي يفكروا فيه واللي بغاو يساعدوه بغاو يمدوا له يد العون، دونك هاد المبادره براسها كتقدر تساعد نفسيا اولا قبل ما تساعد يعني في العلاج ولا تساعد في حوايج اخرين. دونك وكتساعدكم انتم ايضا لانه اللي كيعمل العمل التطوعي سعادته لا تقاس يعني ولا تقدر بثمن. ديك الابتسام اللي كتخلوها على وجه الاسره كما قلنا، على وجه المريض بحد ذاته، ديك الدعوه اللي كتاخذها لا تقدر بثمن. سلوى غنرجع لك، كتحسي انه هناك حرج ربما من طلب المساعده من الناس المحتاجين لها؟ لانه كاين يعني الناس اللي تحسبهم اغنياء من كثره التعفف، يعني ما كيبغيش يطلب ويقدر يبغي يخلص مثلا ثمن رمزي ولا ما كايناش صافي. انا ممكن كنختار الحالات بناء على تقارير طبيه عندي وكنمشي كندق دارها وكنقول انا مستعده لجلسات خاصه بالترويض الطبي. لا نقول لك واحد الحاجه، شي دابا 3 سنين باش انا كنخدم، 3 سنين نقول لك الناس اللي تيجيو تيخلصوا باغ اكزومبل بتاتر تيجرجروك في الخلاص، بتاتر ما تيبغيوش يخلصوا هذا اللي عندهم الفلوس. سي فغي والله. والناس اللي ما بحالهمش مساكن، واحد الحاله انا كانت تجي عندي من الباديه، واحد السيده جايه غير عند بنتها ضيفه وضيفه وراجل بنتها اللي اتصل بيا جاردينيي، ومسكينه تتحشم تجي عندي وانا تنعيط لها تنقول لها شوفي الا ما جيتيش غنطلع حتى لعندك، حتى تحيد ديك الحاجز ديال راه انايا ديال الترويض وانت غير ما بحالكش وجيت نخدم عندك. اي دونك تنعيط لها تنقول لها شوفي الا ما جيتيش عندي راه غنطلع عندك حتى للدار غنجيبك بزز. ومسكينه كتجيب لي البيض البلدي، ملي كتمشي للعروبيه تجيب لي البيض البلدي وكتقول لي لا هذه غير شي بركه، تلمو ما تيرضاوش. كيرضاوش واخا تجازيك باي شيء كان، ولكن خاصه تردي للبال. والله الا كانت تجيب لي ولكن الجلسه شحال كتاخذ ديال الوقت، وشنو الماتريال اللي خاصو يكون موجود باش الناس تعرف؟ على حسب الحالة. كل حاله كاين الحالات اللي تياخذوا ساعه 45 دقيقه، كاين الحالات اللي انا بيرسونيلمون كندير فيهم غير نص ساعه، على حسب كاين ربع ساعه على حسب الحاله ديال الباسيون. وكاين اللي تتخدمي به في يديك ساعه كامله، وكاين اللي تتخدمي غير بليزاباري، كاين سا ديبون على حسب. حمزه يعني اغلب الحالات التي تراها بانها يعني كتكون ماشي مستعصيه ولكن كتكون مستعجله وكتكون بحاجه فعلا لحصص ترويض طبي بشكل مستمر، والفئه العمريه اللي كتمثلها واش الاطفال واش كبار السن، فئه النساء فئه الرجال؟ لحد الساعة جميع الفئات. وباش نكملوا جميع الفئات، هي البارح بالليل جاتنا واحد الحالة ديال واحد الجمعية نيت في القيب بن صالح، وديال شي ديال واحد السيدة مطلقة، ياك مطلقة عندها مشاكل عائلية، جات لمدينة الرباط عندها طفلة اللي هي معاقة، ياك وكتخرج باش تشتغل، والطفلة المعاقة خاصها 3 حصص ديال الترويض في السيمانة. ألوغ دوات معايا الحمد لله، فاش كتقول شي حد واش ممكن تعاون كيقول لك لا ما غاديش يرفض. عندكم شي جمعيه ديال اخصائي الترويض الطبي؟ كاينين جمعيات، حيت دابا كنعرف جمعيه اطباء الدماغ الاعصاب الى غير ذلك، كاين جمعيات كاينين جمعيات شامله بالنسبه لهذا التخصص. كاينين جمعيات شامله لهذا التخصص، ولكن مازال ما كيف كنقولوا كنخدموا مفرقين، يعني حتى المقاربه الاحسانيه هي مفرقه، يعني كل واحد من جهته. يعني البارح فاش تواصلنا مع واحد السيده، كاين عندي اخصائيين ديال الترويض الطبي في الرباط، واحد جروب واتساب لحت عليهم بالزربه، لقينا اكثر من 4 الاشخاص اللي قالوا انا نشطه، يعني حتى هذيك كتتلش الصدر كيف كنقولوا. علاش ما حاولتوش تخدموا؟ اسمح لي على المقاطعه والسؤال لكم جميعا من اراد اميمه الا بغيتي تجاوب. يعني انا كنعرف مثلا هناك مراكز، هذه المراكز اللي كتعنى بذوي الاحتياجات الخاصه والقدرات الخاصه، مراكز للمصابين بالتثلث الصبغي، مراكز اخرى ل يعني اصحاب اعاقات ذهنيه وغيره، وكيوفروا داخل المركز كيكون بحال
يعني تكوين مثلا على الحرف، وفي نفس الوقت كيكون مثلا في الرباط موجودين هنا في عدد من المدن المغربيه كيكون حصص خاصه بالترويض بثمن رمزي يعني ودوزناهم في اخبار الناس. كاين العيالات كتقول لك انا الترويض بالنسبه لي خارج في عياده مثلا يقدر يكون 200 درهم او اكثر، انا كنجي المركز هنايا 50 ولا 60 درهم. علاش مثلا ما حاولتوش انه يعني انتم كثر الله خيركم بهذا انتم كتمشوا للناس لديورهم وكتبحثوا عن الحالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل اخرى، ولكن يعني انا كنقول بشكل عام انه لكي يكون هذا العمل منظم اكثر تكونوا مثلا منخرطين مع بعض المراكز، انه يوم السبت من السادسه مساء مثلا للتاسعه انا ساكون متواجد في مركز بسمه بالرباط لتقديم المساعده. اللي بغى يجاوب اميمه انا غنقول حمزه هدر بزاف. انا غنقول باللي الفكره يعني محب، انا كجهه التواصل غنقول باللي الفكره محبذه، لانه عن تجربه هاد المراكز هادو كيكون عليهم واحد الضغط كبير صحيح، وكيكون واحد العدد كبير ديال المرضى اللي كيسينوا النوبه ديالهم باش انهم ياخذوا العلاج، واللي سانسيرمون كيقدوا يبقاو نهار كامل باش يوصلهم النوبه ديالهم. دونك علاش لا، كنظن انها فكره زوينه نقدروا نزيدوها حتى هي. علاش طرحتها؟ بانتظار ان يكون هناك جمعيه كتجمعكم سلوى. احنا كنحاولوا نقسموا المجهودات ديالنا على بزاف ديال لي بول، بزاف ديال الاتجاهات. نعم. كو سوا لي سونتر اللي قلتي دابا تنحاولوا بحال سي حمزه راه هو كيدير واحد العشيات ديال لي زوتيس ديال الاطفال التوحد، بحال انا بعض المرات كنمشي للجمعيات، ولكن حنا انا بعدا المهم عندي هو ملي هذاك الانسان اللي ما عندوش اللي ما بحالوش يجي للكابينيت يحس براسو مزيان، راه هو في كابيني ماشي في سونتر اللي ما تقدريش تلقاي الماتيريال، راه غادي يجي غادي يدار ليه داكشي اللي كين انت ما مخلص، كين انت مخلص 200 درهم، كين انت مخلص 100 درهم، كين انت ما مخلصش كاريمون والو حتى شي حاجه، غادي دير نفس لا كاليتي، نفس لا كاليتي ديال لو تريتمون. نعم هادشي اللي وغنسولكم فيما بعد، ولكن سيكون ذلك خلال فقره منصات، انه هل هناك قوافل طبيه تفكرون ربما بتسييرها نحو مناطق ما كاينش فيها بحال سلوى ولا بحال اميمه ولا بحال حمزه فعلا تحتاج بشكل مستعجل لتواجد اخصائي الترويض الطبي. مشاهدينا متابعينا ضيوفي الكرام ايضا ننتقل مباشره لفقره منصات. وفي منصات مشاهدينا نرحب كالمعتاد بالزميله كوثر حمومي. كوثر مرحبا بك. مرحبا بك نوفل، مرحبا بكل اوفياء البرنامج وضيوفه الكرام. مرحبا انتم ثلاثه وحنا جوج. امام حمزه رد البال زير، خصنا نكونوا في مستوى، ولكن الجميل في الامر ذكورا واناثا وحدهم عمل الخير، يقدمون الخير بدون مقابل، وايضا لفئه مجتمعيه هامه هي اللي كتحتاج قدر الدواء يحييك، ولكن باش تستمر في الحياه بالنسبه لمن يحتاج للترويض الطبي فهو بمثابه مسكن للالم ولو الى حين بانتظار الشفاء. فمجهودات مباركه دون اي هيكل تنظيمي كوثر يجمعهم، مبادرات فرديه اجتمعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتنتهي بنا بهذا العمل النبيل صراحه. هي واحده من المبادرات الفرديه العديده التي استضفناها هنا ببلاتو البرنامج نوفل، ويعني هي تملا الى بغينا نقولوا جزء هام من البيضات التي تتركها الدوله في مجال الخدمات الطبيه، مع العلم ان يعني شريحه واسعه من المواطنين ما كيستافدوش للاسف من حقهم في الولوج للخدمات الطبيه، خصوصا في المجال ديال الترويض اللي هو مكلف بالنسبه لبعض المواطنين. أكيد. خصوصا انه ما كيتعوضش عليه حتى في شركات ديال التامين، مؤسسات ديال التامين التعويض عن المرض، وقيلا ما كيتعوضوش على الحصص ديال ولا مؤخرا بنسب. جميل بنسب يعني ماشي ربما المبالغ كامله كيتعوضوا عليها بنسب. ولكن الجميل اكثر انه ما عندهمش فئه معينه، ما عندهمش رقعه جغرافيه محدوده، يعني من كازا وصولا الى مراكش الى عدد كبير جدا من المدن شمالا وجنوبا، بانتظار اكيد تعزيز حضورهم في الاقاليم الجنوبيه ان شاء الله. قوافل طبيه لديهم ايضا ذهبت لارفود بانتظار مناطق اخرى، فالحمد لله يعني عمل يقدر وعمل يعني صراحه ما غتلخصوش بكلمات ولا غادي تثني عليه فقط بعبارات هكا منمقه وجميله كوثر.
أكيد. وبالنسبة يعني لمدى انتشار هذه المبادرة على منصة التواصل الاجتماعي، عندي صفحة ديال حمزة، وهي صفحة يخصص في جزء كبير منها للحديث عن العمل الخيري الذي يقومون به، كهذا المنشور الذي يتوجه فيه حمزة لذوي الاحتياجات الخاصة المعوزون لإخبارهم بوجود عكازات طبية تفرق يعني أو توزع عفوا بالمجان. منشور آخر يعلن فيه حمزة أصدقائه بمواعيد تنظيم قافلة طبية تهم الكشف عن اضطرابات التوحد لفائدة سكنة تمارا والنواحي. هذه قمتم بها ولا سبعة ستة وسبعة أبريل؟ منين جبتي هذوك العكازات؟ مع جمعية صبراء توحد. لا هذاك واحد المحسن. هو اللي تبرع بهم. هذاك محسن. يعني كاينين الناس، قلت لك فاش كتمد فاش كتبين واحد الفكرة كتلقى بزاف ديال الناس اللي قادرين أنهم يمدوا يد المساعدة. الله يعطي الصحة. ورقم ماشي رقم الهاتف. دابا رسالة. وزعتوهم على سلام من بعد يومين. عدد كبير عدد كبير ديال الناس طلبات. من بعد يومين سيد قال كانت فين النمره صافي اكتفى لانه الناس مازال كيعيطوا وما لقاش لهم جهه. الله يجازيه بخير كوثر. وبحال هذه المنشورات نوفل يعني تلقى يعني اعجاب كبير من قبل متتبعي الصفحه، وهو ما نلاحظه من خلال بعض التعليق كهذا التعليق لبسمة قصبي تقول فيه أحبذ كثيرا هذه المبادرات الله يجزيكم بالخير. كاين تفاعل من الناس بكل صراحة مسلوة معك وميمة في الفيسبوك من كي يكون هناك إعلان عن قافلة طبية. انسي الناس المهنيين يعني المعنيين بالأمر أخصائي الترويض الطبي، ولكن الناس اللي خارج هذا الاطار كيتفاعلوا مع هذا الشيء؟ كتحسوا انه بقى يعني جميع الناس كيتفاعلوا يعني صراحه كيجيو الناس كيقول لك بون انا في هذا لو دومين، انا في هذا التخصص او انا في هذا الميدان وبغيت نعاونكم ولكن ما عرفتش كيفاش. دونك الناس واجدين يعني ايسون بري باش انهم يعاونوا وكيساينوا يعني انه شنو المهمه اللي كيعرفوا الطريقه اللي يقدروا يساعدوا بها. جميل. كوثر حب الخير يعني يهيمن على المنشورات والتعليقات ديال حمزه على صفحته الفيسبوكية. بين هذا التعليق هناك تعليق يقول فيه حكمة الليلة كلما ضاقت بك الحياة ساعد إنسانا لا تعرفه. هذه الحكمة وقال لك يعيش بها حمزة. وهذا جزء من العنوان الخاص بالمبادرة. هي الفكرة بالأساس يعني فاش كنقولوا ساعد إنسانا لا تعرفه هي في قانون الكارما. إذا كتسمع بالكارما هو كيف جميع الديانات سواء الديانات السماوية سواء الديانات الغير سماوية من البوذية حتى الإسلام. في الإسلام نقول لك ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. يعني قمت بخير يوما ما غير جعلك بخير. صحيح. قمت بشر يوما ما غير جعلك بشر. أكيد. كوثر وعلى غرار حمزة نوفل هناك العديد من المبادرات الفردية للعديد من الأشخاص الذين نظروا أنفسهم للعمل الخيري وللتطوع خصوصا في مجال التطبيب والخدمات الصحية كالحاجة خديجة القرطي نوفل. نعم. التي استضفناها هنا في بلاتو البرنامج والتي سخرت منزلها لاستقبال مرضى السرطان. سلوى هذه بدأت بعدد قليل جدا من المصابات بالسرطان النساء يعني لا يقتلن في الرباط، ومن بعد وسعت المنزل من بعد ولا عندها أكثر من 18 تبارك الله، وبالأسرة وبالغذاء وكوزينة وناس خدامات عندها كيطيبوا ترونسبور، فأمر جميل جدا. وعلى منصة التواصل الاجتماعي أيضا سطع نجم الدكتور زهير الهنا الذي أصبح يلقب بطبيب الإنسانية والذي كان يذهب إلى أماكن توتر نوفل كسوريا وغزة من أجل تقديم يعني خدمات التطبيب والإسعاف للجرحى والمعطوبين هناك، كما أنه يتطوع يعني بالعلاج بشكل مجاني في المناطق المعزولة والبعيدة مثل يعني مناطق الأطلس وغيرها. نتمنى نستضيفه إن شاء الله شي نهار الدكتور زهير، حدثنا عن تجاربه داخل الوطن وخارج الوطن، لأنه بصراحة سفير فوق العادة يعني يعكس أيضا ذلك الحس الإنساني اللي عند المغاربة ككل، واللي خاص يتوفر في الأطباء يعني بشكل خاص. صحيح. من جلالة الملك وصولا لأصغر مواطن مغربي، ما نساوش المستشفى الميداني المغربي في قطاع غزة، ما نساوش المستشفيات الميدانية اللي كانت في عدد كبير جدا سواء في دول أفريقية أو حتى في دول أجنبية أخرى. فالحمد لله الأطباء والممرضين هم ملائكة الرحمة، ولكن الرحمة هي ثقافة مترسخة بقلوب المغاربة كوثر. عندي صفحته على الفيسبوك لمن يريد يعني الإطلاع أكثر على ما يقوم به هذا الطبيب من جهود، كما لدي فيديو يعرف أكثر بالعطاءات التي يقوم بها هذا الطبيب. لنشاهد هذا المقطع. Thank you.
الله يجازيه بخير حتى هو، يعني هو وسع الرقعة الجغرافية ولكن جميل، يعني عمل إنساني محلي وعمل إنساني على المستوى الدولي. سلوى كتفكري شي نهار تكوني في حملة طبية مثلا في مركز إغاثة ما، في مكان ما، في قطاع غزة؟ إلا تعطتني الفرصة علاش لا؟ ما عمرني ما نقول لاش واحد جا بغاني ندير معاه شي حاجة ديال الخير، عمرني ما نقدرش. ما كتحاولوش تعملوا شراكات دولية مثلا في هذا المجال، مجال الترويض الطبي؟ ان شاء الله ان شاء الله بغينا نبداو دريجه بدريجه. من بين اسمح لي ضيوف اللي استقبلناهم كاين هناك مراكز من بريطانيا، من فرنسا، من سويسرا، كتبعث مبتعثين هم يعني يبحثون عن عمل تطوعي مثلا في دول افريقيا، فيقع الاختيار على المغرب، فكيجوا مثلا كيساعدوا الاطفال المصابين بالسرطان في مستشفى السرطان هنا، كيمشوا لذوي الاحتياجات الخاصه والمراكز الخاصه بهم، فلما لا ان يكون هناك يعني ذوي الخبره في الترويض الطبي او اخصائيين الترويض الطبي، ويكون فقط عمليه سيرشنج عبر الانترنت ممكن تتوصلوا لجمعيات دوليه اللي كتعمل في هذا المجال، ويجيوا وتعملوا قوافل طبيه متفرقه في اماكن من المملكه. ان شاء الله دريجة بدريجة تنقولوا بشويه بشويه ان شاء الله. وهذاك الشيء كله من اميمه، حيت اميمه باقا ما خدمتها على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي. حمزه ماذا بعد؟ يعني هل هناك احداث ربما جديده، انشطه جديده، قوافل طبيه ربما جديده؟ الانشطه الجديده اللي جايه هو كاينه ان شاء الله قافله صحيه يوم 6 و7 من ابريل بشراكه مع جمعيه سفراء التوحد، شكرا لهم بالاساس لانهم اون فوا قلنا لهم انه عندنا فكره ديال تنظيم قافله صحيه وخاصه مع مسؤوله التواصل اللي هي ايمان حتوش، فقالت لنا انه حتى حنا عندنا فكره ديال واحد القافله، فدمجنا الخبرات، جبنا ناس اللي هما اخصائيين اللي اون فوا قلت لهم واش تشاركوا؟ قال لك مرحبا نشاركوا. يعني ان شاء الله يوم 6 و7 ابريل غتكون قافله صحيه الكشف عن التوحد اللي هو مكلف ومكلف جدا. صحيح اضطراب التوحد ماشي بعيد نوعا ما على المجال الاختصاص ديالكم اللي هو الترويض الطبي؟ انا بالاضافه الى انني اخصائي ترويض طبي فانا استاذ ديال التربيه البدنيه والرياضيه للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه، والتخصص ديالي يعني مع الاشخاص اللي عندهم توحد، يعني كنشتغل مع جمعيات كمؤطر رياضي. ولا باغي وزير الصحه وزاره التضامن ما بقاش كافيه. كوثر هذا كل ما لديك؟ لا مازال عندي واحد صيدلاني نوفل اللي اشتهر ايضا على منصات التواصل الاجتماعي ويدعى الدكتور سكيبا، راه الناس ديال الدار البيضاء وخصوصا ديال حي سباته كيعرفوه يعني بشكل كبير، وهو يعني يقدم ادويه بالمجان للاشخاص المعوزين، وفي بعض الاحيان كيقدم استشارات طبيه لبعض الامراض الخفيفه نوفل. ومن التعليق التي تشيد يعني بالعمل الذي يقوم به هذا الصيدلاني، هناك هذا التعليق الذي يقول صاحبه: هذا السيد الله يرحم ليه الوالدين مشينا عنده ما كيتخلصش، والدواء اللي كيكتب لك كيعطي نتيجه، ويعني كيعرف يعني انا قلت لك يعني شهره واسعه من قبل ساكنه الدار البيضاء. الله يجازيه بخير. وذكرني بالشباب في مدينه تطوان اللي كنت كتعقلي المعلقات يكتبون الاسماء الادويه على الصيدليه، على باب الصيدليه، وكيجي يعني الانسان المحسن كيشري داك الدواء وكيحطه في كفه، وكيجي المريض كيقول لهم راه في الصيدليه الفلانيه هناك ادويه متوفره وتتعلق بالامراض كذا وكذا وكذا، كيجي الانسان فابور كياخذ الدواء كيمشي. الحمد لله يعني الا جيتي تبحث انت شفتي موضوع فقط من خلال حمزه، شوفي فتح لك افاق اخرى عن اشخاص اخرين يقومون بتطوع رائع وفي المجال الطبي دائما وابدا. هذا كل ما لديك؟ هذا كل ما لدينا. شكرا لك كوثر، ويتجدد اللقاء معك يوم غد باذن الله عبر حلقه جديده. اذا مع كوثر ننهي فقره منصات، ومنها ننتقل لفقره مع عصام. وينضم الينا الزميل عصام العباري من الدار البيضاء، حيث سيسلط الضوء على الحضور البارز للتجار الافارقه في الاسواق النموذجيه، خاصه على ما اعتقد في المدينه القديمه. عصام مرحبا بك ولك الكلمه، تفضل. مرحبا نوفل، مرحبا المشاهدين الكرام والضيوف الافاضل. كنتواجدوا في العاصمه الاقتصاديه مدينه الدار البيضاء باش نتعرفوا اليوم على واحد التجربه ديال الاسواق النموذجيه، ولكن اغلب التجار فيها من دول جنوب الصحراء. نحاولوا نتعرفوا عليهم، نعطيهم الكلمه كذلك، وكذلك نتعرفوا على المنتجات اللي كيبيعوا هنا في هذا السوق هذا، واش الكليان ديالهم فقط من الدول ديالهم، من المواطنين ديال الدول ديالهم، ولا المغاربه بدا الاقبال كيعرفوا باش انهم يتعرفوا على هذه المنتجات هذه. بقوا معنا في جوله اليوم. سالي
اهلا. من اي دولة انت؟ انا من السنغال. كم من الوقت مضى عليك وانت في المغرب؟ انا هنا منذ 4 اشهر. كيف هي الاجواء هنا؟ بخير على ما يرام. ما الذي تبيعه هنا في هذا المحل التجاري؟ نبيع هنا منتجات سنغالية مثل مستحضرات التجميل. مدام بونجور، من أي بلد أنت؟ وهل يمكن لك أن تحدثينا عن هذا السوق في المدينة القديمة؟ أنا من دولة ساحل العاج. أنا أشتغل هنا في هذا المحل وكل شيء على ما يرام بالنسبة لي. تخصصي هو ميدان الحلاقة والتجميل، وأستقبل عددا من الزبائن المغاربة الذي أحس معهم وكأننا عائلة واحدة. أهلا. كم من الوقت مضى عليك هنا في المغرب؟ حوالي 10 سنوات. من أي دولة أنت؟ من السنغال. هل يمكنك أن تحدثين عن هذا السوق؟ هذا سوق إفريقي بامتياز، حيث يوجد باعة من مختلف دول جنوب إفريقيا. السلام عليكم سي عبد السلام، انت الامين ديال السوق هنا، السوق النموذجي مدينه قديمه. تكلمنا شي شويه على هذا السوق. هذا السوق النموذجي كان في الاول كيتوفر على المغاربه، يعني في الاول كان مغربي 100% مغربي. دابا لحد الساعه ولا افريقي، يعني بالتواجد ديال الافارقه، يعني كل شيء دابا كل دوله كتعرض المنتوج ديالها بالقرب من يعني في القرب من مراكش، يعني ولا معروف على الصعيد العالمي، يعني السوق افريقي جميع الدول، يعني المنتوجات كل وحده كتوفر على المنتوج ديالها. السنغال، كوت ديفوار، غينيا، غانا، وكاين الحمد لله كاين تعايش ما بين الافارقه والما، يعني كل شيء الناس كيسوقوا المنتوج ديالهم مع المغاربه، اكثريه مع المغاربه، يعني ولات عندهم تجاره حتى مع المغاربه. نوفل، جولتنا ديال اليوم خلتنا على اننا نحسوا بنفسنا في هذا السوق هذا، وكاننا في هذا الفضاء الثقافي، بحيث على انك ممكن تعرف على التغذيه وكذلك الملابس وبعض العادات والطبائع ديال مجموعه من دول جنوب الصحراء من خلال هذه المنتجات ديالهم، من خلال الحوار اللي كيفتحوه معاك هنايا في هذا السوق هذا، السوق النموذجي للمدينه القديمه. وهي التجربه اللي بدات كتعرف لشهادات استحسان ديال الساكنه هنا بالمنطقه، وكذلك بدات كتعرف الاقبال ديال مجموعه من المواطنين المغاربه على المنتجات ديال هاد الدول هذه من دول جنوب الصحراء. كان معكم عصام العباري من العاصمه الاقتصاديه الدار البيضاء. شكرا لك عصام، ولضيوفك الكرام في هذه المراسلة حمزة. يعني الحضور الأفريقي أو المهاجرين جنوب الصحراء يعني لا يقتصر فقط على مسألة التجارة، قد يكون أيضا لديهم حضور وازن على المستوى القطاع الطبي في المملكة. فأكيد إلى قمنا بزيارة المستشفيات، أكيد كنلقاو كاينين أطر اللي هما أفارقة اللي كيستافدوا من الخبرة الوطنية في ميدان اللي هو ميدان صحيح. تبارك الله عندنا أخصائيين ديستاجير ولا خدامين؟ كاينين ديستاجير وكاينين خدامين في مستشفيات جامعية، كاينين مام دي ميدسان اللي هما خدامين. يتمتعون بالكفاءة؟ أكيد الكفاءة والحس الإنساني، هذه أبصم عليها. الأطباء الأفارقة كتلقى عندهم واحد الحس إنساني ما شاء الله، يعني بالتجربة ديال الناس والناس اللي كيشوفونا غادي يأكدوا هذه القضية. سلوى، هناك مستفيدين أفارقة كانوا منك في المحمدية؟ كان جاو عندي ثلاثة ديال الأفارقة، واحد فيهم خدام غير عساس عند واحد مول المدرسة وساكن مسكين غير في السطح، وواحد السيدة تتشتغل عند واحد العائلة في المحمدية، وواحد السيدة أخرى صراحة ما بقيتش عقلت شنو فين عايشة. كاملين استفادوا من حصص الترويج؟ بيان سور كلهم. انا قلت لك ما كاينش بالمجان. جميل. وما ما كتفكروش انه يكون قوافل طبيه مثلا في مراكز انتشار المهاجرين للاسف اللي هم بلا ماوى او بلا فرص عمل او بلا دخل قار، يعني يطلع على حالتهم الصحيه، واذا كان منهم من يحتاج فعلا لترويض طبي ان ينال هذه الخدمه؟ بطبيعه الحال احنا المبادره ديالنا يعني مفتوحه في وجه جميع الناس، يعني ما غاديش نقولوا جوست يعني غير المغاربه بوحدهم ولا يعني
اي انسان في حاجه المساعده وفي حاجه الرعايه الطبيه وفي المتابعه غادي نكونوا حتى حنا معهم وغادي نقدموا لهم يد العون. يعني ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق. وناخذكم الى فقره ثابته في اخبار الناس ويتعلق الامر بالرساله، وفيها يجسد رفاق يسر المراكشي مشهدا تمثيليا حول فتاه مراهقه تثقل كاهل والدتها بمصاريفها المبالغ بها. نتابع. مشاهدي برنامج اخبار الناس، مرحبا بكم في تجربه اجتماعيه جديده، فقره الرساله. التجربه اللي غنعيشوا اليوم هي ديال الام كتوبخ البنت ديالها في الشارع لان حصلت بنتها كتاخذ ليها الفلوس من الساك ديالها. نشوفوا ردود افعال الناس كيفاش كانت. واش ما كتسمعيش ديما نفس الهضره؟ غنبقى نعاودها لك. واش نفس الهضره؟ انت ما كتبغيش تعطيني فلوس هزيتهم ديما. واش انت ما بغيتيش هذيك الله؟ ولا مره كتقولي لي اعطيني اعطيني ودابا تهز ليا من الصاك. واش 20 درهم غتكفيني؟ صافا با، انا الا بغيت 150 درهم 200 درهم النهار. واش انت حمقى ولا شنو؟ 200 درهم ولا 150 درهم؟ مالك ديما نفس الهضره؟ انت ما كتبغيش تعطيني فلوس. الله يحفظك السر، سمحي لي الله يحفظك. نصحي لي هذه بنيتك هذه، هاد البنت كل ساعه طالبه ليا الفلوس، عطيني فلوس عطيني فلوس، واخرا ولات كتهز ليا من الصاك. راه مشكله اختي، راه عيت معاها كنقول ليها الله يهديها، يوميا كتمشي وكتهز ليا فلوس من البسطام وكتخرج. نصحيها الله يعطيك الصحه، انت عمرك درتي لمامك بحال هاد المسائل؟ خالتي هي ما كتبغيش تعطيني فلوس. سمعيها سمعي، حتى انا عندنا الاولاد ياك؟ لا بغيتي شي حاجه قولي لماما تعطيني. انت زوينه زوينه وتهلاي. عيت اختي عيت. تهلاي في ماما. انت كتشوفي تي كوبين مثلا كيشرو، دابا انا مثلا صحاباتي كيشريو هادي، مايمكنش انا عصر انا ماما بزز منها وقول لها انا صحاباتي عندهم عندهم طوموبيلات وعندهم سيبا، كل واحد كيعيش بالنيفو ديالو. هذيك صحاباتها هما اللي غيخرجوا عليا. والله شوفي مسكينه ماما عنقيها بوسيها. انا غنقول لك ديري حاجه وحده اللي غنقول لك، ديري حاجه وحده، شي هاد السيده اللي كتبكي واحد النهار غتفقس ولا تفقسات غتمشي للطبيب ولا مشات للطبيب. علاش قلت لكم انا نجا حيدنا باش نهضروا بينات؟ الا مشات للطبيب واحد النهار، مشات مسكينه للطبيب غيقول لها عندك شي مرض، وداك المرض كي غتحسي انت الا ما عندك مواطن شي حاجه اوبليغاتوري ناخذها ناخذها، شي حاجه ما ناخذها. زعما كنتي بغيتي تخرجي مع صحاباتك؟ انت زوينه. كنا كنبغيو نخرجوا مع صحاباتنا ولا شي، ولكن شي حاجه نخرج معاهم مره في السيمانه، واه مره في 15 يوم، واه ماشي يوميا ماشي يوميا. وماماك مسكينه دابا كت كره مسكينه العظم الله حتى هي ربي اللي عالم. اسي زعما كل واحد كيعيش بالنيفو ديالو، كي سوا انا كي سوا انت كي سوا اي واحد فينا، البنات كنعيشوا على قد على قد داكشي اللي عندك. البنات الا كان البنات راه غير كيخرجوا عليك. انا دابا جو سوي سول زعما صحابتي ضربت عليهم كاملين، حيت ما يمكنش وحده عايشه مثلا مثلا انا صاحبتي عندها رانج ولا شي غنقول لها شري ليا، انا نبزز على مي بارون. كل واحد كيعيش على ما ومفيس كي كتقول لك كنعطيك على داكشي اللي عندك. على قد جهدي على قد جهدي، يعني من المستحيل باش نوفر لي هذاكشي اللي بغات هي. واحد يبقى يضغط على راسو يضغط على راسو، شوف مسكينه هي تخليها محنه اشاك فوا. غيجي واحد النهار سلام. هذه تجربة اجتماعية اللي عشتي معنا. أييه مشهد تمثيلي كنشوفوا ردة فعل الناس في الشارع. الله يجازيك بخير. كنشكرك على الرسالة ديالك كانت جيدة. كاين بعض الأمور اللي كيبغيو يمشيو لها الشباب ديال دابا وما كيلقاوش الفلوس باش يوصلوا لهذ المسائل هذه. سو كيفي غتبان لهم على مسا أمهم ولا باهم. شنو الرسالة اللي يمكن نعطيهم؟ وأنا الرسالة اللي نقدر نوجهها من هذا المنبر هذا هو أنني كنقول لكاع الشباب اللي كيشوف الوالد ديالو كيعيشوا في واحد الحمد لله كيعيش معاهم في واحد السطح اللي هو مستور عندهم ولا ما عندهمش، يحتارموا ويحاول يحترم الوالدين كما قلت لك، تلاقى الجنه تحت اقدام الامهات. وإلا خرجتي من تحت السقف ديال والديك ثق بيا داكشي اللي غادي تلقاه ما غيكونش بحال الدار. كنشكرك على التدخل ديالك في هذا المشهد هذا. فرانشمون الحاله بعدا اللي شفت لا في ال بلور ولا مامو ال بلور زعما جوج بهم جالسين كيبكيو، فريمون بعدا قلبي بدا كيضرب، حيت انا زعما الحاجه اللي كضرني اكثر حاجه كي لا مير تبكي كيف ما كان زعما فريمون. دابا ان سيغتان مومون لا مامو كتبكيش بولي حتى انا نبكي. فريمون الواحد خصو يراعي لي بارون ديالو، يعني ماشي يشوف غير راسو انا بغيت نخرج انا بغيت ندير، نو خصك تشوف لا مامو كيفاش عايشه شنو مبززه على راسها، فهمتي؟ الواحد ما يزيرش على لي بارون باش يعيش باش يعيش هو مرتاح. اهم حاجه اهم حاجه لي بارون لي بارون لي بارون زعما اهم حاجه. بزاف على التدخل ديالك. افيك بليزير افيك بليزير ماشي مشكله. حنا بغينا الوليدات يكونوا كلهم طيبين وزوينين ويكونوا معقولين، واش ما يتبلاو بجيب هذه الحاجه الخايبه بحال دابا هي دابا مسكينه كتبكي امها تتقول لك راه دهزات ليا من الصاك، راه ما خصش تهز ليا من الصاك، راه ما خصش تهز ليا مني وجبد انا انا ولادي ما معلمهمش يهزوا ليا من الصاك، بغاو شي حاجه نعطيها ليهم. انايا كنت قدا وقدا، انا هاد لا زون دو بوس هما اللي محدده لك
وانت انت تشوفي فيا زعما راه انت انا مضاربه مع الوقت باش كتحس لونفون تاعو كيحس بانه راه ما هذاك الشيء هو اللي كاين وما غاديش يقدر يزعم والوالدين حتى هما تيكونوا مزيرين وداك الشيء كتبقى زعما كتاخذ التوافقيه وعلى جهد الانسان. كنشكركم بزاف على التدخل ديالكم. بارك الله فيك. ومعنا الفنانين اللي شاركوا معنا التجربه ديال اليوم نجاة مازوز ونهيلة الوهماني. نجاة وي شفتي التجربه ديال اليوم كنتي قريبه للناس؟ فعلا كنت قريبه للناس وعجبني التفاعل ديالهم. على المساله النصيحه اللي نقدر نوجهها للوليدات انهم يمشوا على حسب القدره ديال الطاقه ديال الوالدين ديالهم، وبالنسبه حتى للوالدين لا ما يمشوا حتى هما ما يفتحوش يديهم بزاف لوليداتهم، وعن سيغتان طون غادي كيلقاو راسهم بان ولادهم ديما متطلبات كثيره وهما ما قادينش عليها. انا جي جوي لو رول دو لا في اللي كتهز الفلوس من ماماها من البسطام. عجبني عجبتني ردود الفعل ديال الناس حيت نصحوني عطاوني نصائح وجميله، واللي نقدر نقول لهاد البنات او لهاد المهم لي زونفون اللي كيديروا هاد الشيء الله يهديكم وحاولوا تمشيوا على قد المستطاع ديال والديكم ما تزيروهمش. شكرا نهيلة، شكرا نجاة. شكرا لك يسري والطاقم رساله. فعلا رساله في فئات كبيره ربما اللي خاصها تشوف هذا الفيديو للاسف. درتيها وانت صغيره اميمه كنتي كتمشي للصاك ماماك تاخذي فلوس؟ لا جامي. سلوى اوا كل كو كان كبير حنا كنديروا الخير ونديروا كعرف حنا الدراري شنو من باباك انت؟ لا حنا الدراري كنكونوا شويه كنعصيمو الريسبونسابيليتي من الاول المسؤوليه. صح انت عشت الطفوله في مراكش؟ بين قوسين لا بين كازا ومراكش. بين كازا ومراكش. مع عمرك زعما مشيتي خديتيها؟ انا كيتفرجوا دابا. انا تكبرت عاد بديت كناخذ ماما فلوس صغار. لا على العموم يعني المهم يعني رساله باش البنات خاصه هذا الجيل هذا الفتيات كيبغوا يواكبوا الموضه بكل شيء وكيبغوا يكون عندهم يعني الرفاهيه الاجتماعيه مبكرا، وان كانت الوضعيه الاسريه الماديه لاسرهم كتكون شويه صعبه ولا يراعون ذلك. فكما قالت نهيله في الميساج ديالها نتمنى على البنات ان توصلهم هذه الرساله. الوقت انتهى للاسف، كنتمنى لكم التوفيق اميمه سلوى وايضا حمزه، ونتمنى دائما وابدا ان توسعوا الرقعه الجغرافيه وان يكون هناك متابعه وايضا تطوير لوسائل التواصل الاجتماعي لكي تصلوا لاكبر فئه معينه. شكرا لكم بزاف وعملكم مقدر، وما تكونش عندك اطماع استعماريه في وزاره التضامن ووزاره الصحه. بهذا مشاهدينا نصل لختام حلقه اليوم من اخبار الناس، لكم مني من طاقم العمل اجمل تحيه، وحيث يسود الصمت يحلو لنا الحديث. الى اللقاء. جيني للخير نخليني كعشايا، لا تجيني شطار راه شرك يبان. المغربي اصيل وممول في سعايا، عالكرمة والامان يبحث الانسان. جيني للخير نخليني كعشايا، لا تجيني شطار